تحقيق بسرية الثالثة للاستطلاع التابعة لركن حرس الحدود. شكرا على التصحيح ونعتذر عن الخطأ، تفضل. ليلة امبارح حوالي الساعة 11 مساء تمت رماية عشوائية من الطريق الرئيسي المحادي إلى مقر السرية الثالثة للاستطلاع، وأيضا تمت رمي قذيفة ار بي جي صوتية، ولم تؤدي إلى أي أضرار لا مادية ولا بشرية، والحمد لله الجميع بخير. ولا زال البحث والتحري جاري ومراهقة الأشخاص المجرمين القائمين بهذا العمل. طيب، ما ردك على المعلومات الواردة إلينا فيما يتعلق بوجود شخص قام بتفجير في البوابة هناك؟ هذا الكلام غير صحيح، ولم يصلنا منه شيء. طيب، في ظل ما تحدثت عنه من قاذفة ار بي جي وايضا هناك اعيره ناريه، كيف تعاملتم مع الوضع وكيف تعاملتم لتامين الوضع ايضا؟ تنادى جميع رجال الامن وثوار المنطقه والكتائب الامنيه، وتمت حمايه المنطقه، ولازال البحث والتحري جاري. برضو هذا الامر زاد من همه الشباب اصرارا، والامر زادهم همه، ولم ينقص من همتنا شيء، بل زادنا الى الامام ان شاء الله. طيب، بوابه سوسه الشرقيه هل يتواجد بها افراد من الجيش الوطني؟ صحيح، فيها رجال الدعم المركزي قايمين بعملهم، ويوم امس انا شخصيا مررت عليهم واديتهم بلاغ على معلومه عن اشخاص هاربين من سجن الكويفيا بكونها زراد فتره الزراد في فتره العيد، وقايمين بعملهم جميعا. اذا لا صحه للانباء الوارده بانه لا يوجد احد هناك في البوابه. لا، البوابه قائمه وبعملها حتى طيله ال 24 ساعه. السيد إدريس أبو طليعة، رئيس وحدة التحقيق للسرية الثالثة استطلاع حرس الحدود، شكرا جزيلا لك وشكرا على هذا التوضيح.